الصراحة أنا كنت ضد الإعدام، والفصل هذا داخل في صلب اللجنة لاني فيها عضو، لجنة الحقوق والحريات، وكنت ندافع على تحييد عقوبة الإعدام، لأن الذي يهب الروح هو الله والذي يأخذه هو الله سبحانه وتعالى. لكن بعد الذي حصل من اعتداءات واغتصابات واغتيال البراءة والطفولة في تونس، بصراحة تراجعت عن موقفي، لأن ذلك الوحش الآدمي الذي اغتال البراءة واغتال الطفولة، بنت عمرها 3 سنوات يا رسول الله، بنت عمرها، ما هذا الشذوذ، ما هذا المرض؟ الحيوان صدقيني الحيوان لا ينحدر إلى ذلك المستوى. هذا الشخص وهذا الإنسان إن صح أن نطلق عليه صفة إنسان أصلا، رجل عمره 42 عام يجي يعتدي على بنية عمرها 3 سنوات، مزيد بيبي، مزيد حليب، مزيد لحمة طرية. إنسان تجاوز كل الخطوط الإنسانية والحيوانية وكل. بصراحة أنا كعضو في المجلس التأسيسي وكنائب لجزء من الشعب، قسما بالله أعدمه في ساحة عامة في لافيني، ذلك الحيوان الحقير، يعني لا أجد تعبيرات تفوق هذه التعبيرات يعني وهذه الصفات، لكنت أطلقتها على ذلك الهمجي. مسألة تكريس مبدأ أنه بقى الإعدام قائم كعقوبة محل جدل بالفعل وحاليا في باب الحقوق والحريات، لكن على ما أعتقد أنه الفصل موجود أنه مع حق الحياة لكل مواطن تونسي، ثم أنه ما لم ينص القانون على خلافه أو في حدود القانون، بالتالي المجال مفتوح في تقنين عقوبة الإعدام في القانون، ثم أنه تقنينها أنا مانيش فاهم علاش عاملة ضجة كبيرة، ثم أنه بعض الدول الغربية هي نفسها عقوبة الإعدام موجودة عندها، ما نعرفش علاش احنا في تونس الان هي تمثل جدل وغيره. نقول حق الحياة هو حق لكل انسان، حق انساني، لكن في نفس الوقت لابد من نوع من القيود لبعض الجرائم الشنيعة اللي من نوع جريمة الاغتصاب خاصة لأطفال صغار. كيف ما كان الجرم، فأنا أؤمن بأن حق الحياة هو حق مقدس ولا يجب أن ينزعه من الإنسان أي كان، وخاصة إذا كان هذا الانتزاع وإلغاء الحياة يأتي معناها في عبر مؤسسة، ولو كانت هذه المؤسسة هي الدولة، معناها لأن غاية العقاب السامية هي الإصلاح، فعندما نلغي الحياة تلغيها الدولة، جهاز الدولة بدم بارد، معناها فذلك معناها أمر، معناها يبدو أمرا فظيعا. وعلى كل حال لا يوفر هذه الغاية وهي غاية الإصلاح، وحتى في شريعتنا في الإسلام إنما الغاية هي الإصلاح وتقويم المجتمع. في هذا المجال يجب أن نجتهد في فهم مقاصد الشريعة، ولا يجب أن نتساهل مع إلغاء هذا الحق. دام إذا كان باش نطبقها في تونس أو باش نلغاها، يعني هذا حديث سابق لأوانا، لأن عقوبة الإعدام جاءت في حالات بنص إلهي واضح وصريح، يعني ما هوش كلام أي بشر ولا أي، ما هوش اعتباطي. راح حكم الإعدام فيه ضوابط وفيه معناها يكون بتدقيق، وإذا كان استوجب حكم الإعدام فعلاش لا، لأنه هو حكم إلهي كما كنت نقول لك. بالنسبة للحادثة اللي صارت مؤخرا في تونس، والله يعني تأسفت وغاضتني كثيرا، لأن ملايكة سبحان الله، فعقوبة الإعدام أني مع أنها تبقى في تونس وأن نطبقها في كل ما استدعت الضرورة ذلك. بالنسبة للجرائم المتكررة في الاغتصاب، ما نقدر إلا أن نستنكرها بشدة بكل عبارات الإدانة، لكن فيما يتعلق بالتنصيص على عقوبة الإعدام في الدستور، فهذا فيه نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت في القرآن الكريم، هذا معناها وحي تنزل على سيدنا عليه الصلاة والسلام، هذا قرآن. لا يمكن الاجتهاد
في آيات في آية كريمة واضحة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. في الوضع هذا لربما نصل إلى عقوبات التغليظ من العقوبة، لكن في مسألة الإعدام فيها نظر، لأن هذه مسألة فقهية، هذا حكم من الله عز وجل، لا يمكن أن بحال من الأحوال أن يكون فيه اجتهاد يخالف ما نص به صريح القرآن الكريم والسنة المطهرة. هنا لازمنا نأكد على مسألتين. المسألة الأولى أنه ثم جمعيات وخصوصا رابطة سيدي في حقوق الإنسان، هذه ناس أصبحت تخدم بمكيالين إنسان. إحنا لو كان نقارنه ما بين البنية تم اغتصابها من طرف أعوان الأمن وتحلت لبلاتو، وبين اللي صار المرأة الأخرى خطرها معناتها إنسانة عادية ما تكلم عليها حد. اليوم على حسب اللي صاير في الجرائم هذه، إحنا بطبيعة الحال كنا من الناس اللي ضد أن نحيو عقوبة الإعدام، هذا شيء مؤكد لبرش اعتبارات. دونك اليوم أصبح من الضروري أن الناس هذه ما عادش تتكلم على تنحية عقوبة الإعدام، لأن اللي راو فيه اليوم في معناتها تم اغتصاب معناتها طفلة في عمر الزهور، وبعد نجوا نحكيوا على حقوق إنسان. بأنا حقوق إنسان هو كيف اعتدى ولسمح نفسه باش يعتدي هذاك على الشيء هذاك. تنصيص على عقوبة الإعدام أصبح ضرورة ملحة بعد تفشي الظاهرة ذي اللي هي مخيفة، ظاهرة الاغتصاب، وتم بصراحة انحلال أخلاقي في المجتمع، ولا يهدد حتى الأخلاقيات المجتمع المسلم بصفة عامة، ولهذا ضرورة تنصيص الحكم الإعدام، ولا أكثر من ولا حتى مطلب شعبي هو في نهاية الأمر.